انت مرنته في الجونه، احمد ياسر رانا يستحق فرصه في الاهلي؟ طبعا يقدر يستحمل الضغوط بتاعت الاهلي؟ ما هي الضغوط الاهلي. انا دايما مشكله ريان بالنسبه لي ان هو ابن ياسر ريان. سيبك من انه ده ياسر ريان، ما هي دي مهمه، لا مهمه، معلش، لا ضغوط، لا سيبك بس من ياسر ريان، انا فني، بتكلم فني احمد ياسر ريان فنيا يستحق فرصه؟ طبعا. شخصيه يقدر يستحمل الضغوط بتاعت الاهلي؟ طبعا، لانه متربي في الاهلي، ما عندوش ما مشكله في الضغوط، ما فيش مشكله في ده، ولكن لما بيضيع فرصه بتبقى الخناقه عليه اكبر بشويه عشان خاطر ان هو ابن ياسر ريان. يعني دايما هي مشكله، خلي بالك اللعيبه كلها هو لا انا مختلف معاك في دي جدا، ما هي دي بتحصل والله، لا انا مختلف معاك في دي جدا. قول الضغط بتاع فكره، خلينا نقول بلغه الناس اللي على السوشيال ميديا ولغه اخواتنا وحبايبنا، يقول لك اللي هم ابناء العاملين. ايوه، ما بتبقاش لما بيضيع كوره. هو لغه ابناء العاملين دي في ايه؟ انه انت جيت اخدت مكان انت مش ما تستاهلوش. لا اسمعني بس، اسمعني، صلي على النبي كده معاك اهو، واحده وانا معاك للاخر. دايما بيتقال ابناء العاملين دي على ايه؟ ان واحد مستواه نص نص، ماشي، المفروض على الناس كده غصب عنكم انت الراجل ده هيلعب، تمام، حلو، فالناس تقول عليه ابناء، يا عم انت ابوك اللي مفروض بيلعبك علينا ليه؟ ماشي، انت مفروض علينا، ماشي. لكن هات لي مهاجم في الاهلي من ساعه لما عينا على الكوره لو ضيع جول الناس ما بتزومش عليه. ده بتزوم طبعا، كل الناس، اي احمد ياسر ريان، اي حد هيجي هيضيع اجوال الناس هتزوم عليه، بس دايما بتزوم عليه. هو بقى استقباله لده ازاي؟ دي حاجه أيوة بتاعته هو. انا اقصد ان انت الناس بتنتقدك صح، بس لازم تحط جمله ياسر ريان في الجمله برضو. ده اللي انا اقصده، ان الفرق بين الاثنين، انا هيتقال عليا ان انا ضيعت فرصه، انما احمد ياسر لا، ده عشان ابن ياسر ريان. يعني انا اقصد ان الجمله دي دايما في الاهلي، مش في الاهلي عموما، في اي نادي، حتى حازم امام في النادي الزمالك ايوه، كان بس نفس الانتقاد. ما انا معاك، بس انت النهارده بينتقد ده في البدايات ليه؟ ان هو او ان ابوه زقه عشان ياخد مكان هو ما يستاهلوش، لكن ماشي. احمد ياسر ريان ده راجل احترف ولعب في الجونه ومهدف، فخلاص هو فكره احقيته انه يبقى لعيب كوره هو بينها، خلاص فاهم؟ انا وفي القائمه بتكلم، المبدئيه لامم افريقيا هوريه فيتوريا هيروح يجامل كابتن ياسر ريان، انا مش بنقيم، فدي خلصت. انا بالظبط، بتكلم بقى هو كبني ادم وكلعيب عنده من الشخصيه من العقليه انه يقدر يستحمل الضغوط بتاعت الاهلي، ان هو اخد فرصه عشان برضه نكون امنا ما كانتش كافيه للحكم عليه، طبعا، بس ما حسسش الناس ان انا، لا انا اقدر اخش واشيل فانيله الاهلي واشيل رقم 9 بتاع الاهلي. برضو انا بقول ان هو عنده فهل ده امكانيات، نتيجه ان هو ما اخدش، عشان برضه نكون امنا، هو ما اخدش فرصه كافيه، طبعا ما تمش الصبر عليه زي ما تم الصبر على لعيبه تانية كتير بصراحه اخدت فرص كتير جدا، هو ما اخدش خمسها مش هقول لك ربعها، تمام. فهل انت بتشوف ان هو لو اخد الفرصه دي تم الصبر عليه لا يقدر يعمل ده؟ يقدر يعمل ده، لاعب مميز جدا، عنده تحركات فنيه هايله، بيقدر يجيب اجوان من فرص صغيره وقليله، ولكن حته ان هو شخصيا يقدر بقى يستحمل الانتقاد اللي بيبقى قاسي عليه ده ولا لا، دي ترجع له هو. بس هو انا قريب منه جدا، فهو من الناس اللي عندها الموضوع ده ما بيفرقش معاه خالص، بس هو محتاج ياخد فرصه كامله عشان تقدر تقول ان هو هيحقق او مش هيحقق. يعني اديله فرصه كامله، وخلي بالك بس من اعظم الناس اللي جت في المكان ده، او من الناس اللي انا بشوفها مميزه، كان عماد متعب. ايوه مثلا، هل عماد ما جاش عليه فتره ما كانش بيجيب اهداف؟ طبعا، فتره طويله كمان. هل ده معناه ان هو عماد مش في احسن؟ لا خالص، هو الموضوع كله بيبقى في توفيق وعدم توفيق في بعض المراحل، ده مش معناه ان هو ما ياخدش الفرصه او ما يكملش الفرصه. وفي ناس دخلت الاهلي برضه ما خدتش فرصه. ما جبتوش يعني بغداد بنجاح عشان كان الارتفاع المقابل المادي؟ يعني حاجات تانية. حاجات تانية ايه؟ ان هو ايه التفاصيل يعني؟ لا، ما انا بقول لك، يعني هو التفاصيل دي هتلاقيها مع فضل اكتر. احنا بنتكلم في كنا بنتكلم على سيرجيو اوكا، برضه من الناس اللي كانت موجوده، بس مش راس حربه يعني من ضمن الناس اللي كانت موجوده. والمقابل المادي بتاع بغداد كان كبير فعلا، كان كبير برضه، هيبقى موضوع صعب جدا ان انت تقدر تجيبه وتقدر كبير ساعتها اللي هو كان كام؟ كان كبير، كان ارقام كبيره يعني. أيوة. لا لا، ما قلتش الرقم، ما قلتش ايوه الرقم، ساعتها كام ده؟ الرقم النهارده كان الرقم محافظ. اللي كان كبير ده هتلاقيه دلوقتي بقى، لا، ما انت الدنيا كلها اتغيرت هنا دلوقتي، ما فيش حاجه كبيره يعني. بس انت النهارده لما تجيب لعيب مثلا بياخد 2 مليون دولار دلوقتي، عشان تجيب راس حربه النهارده مميز هياخد كام؟ 2 ل 3، هتدي له الرقم ده يعني؟ بتسالني انا؟ انا عندي اديله 2 ل 3 احسن ما اجيب 3 4 صفقات، اقعد ادي ده مليون ده مليون ده مليون ده مليون، الاقي نفسي دفعت 4 عشان اوفر، وفي الاخر لا انا ما وفرتش، انا دفعت اكتر من ممكن ادفعه لواحد كويس، بس واحد يبقى نمره واحد يعني. ليها حسابات تانية في حته التعاقدات والارقام اللي محطوطه للنادي الاهلي. الاهلي بيمشي
بسقف معين يعني. انت عشان تعمل اللي انت بتقوله ده، انت كده هتدخلني في قصه تانية. كل اللي هيجدد يبقى عايز يجدد بنفس الشكل. ما نادي الزمالك دي مشكله في نادي الزمالك. صح، دي مشكله في نادي الزمالك ان انت عندك عقد رقم. ايوه انا معاك طبعا، هي طبعا نقطه مهمه، لان انت هتفتح باب قدام لعيبه تانية تقول لك طب اشمعنى ده جاي كل الافارقه مش حاطه مش لعيبه في الاخر. ما هو اصل هو انت فكره في الاول في الاخر لازم انت تبص على مصلحه النادي وفي مصلحه الفرقه وعلى حسب المعروض. ما هو برضه انا ماشي، ما انا مش عشان انزل بسقف فاقعد اصرف فلوس كتير في صفقات كتير. يعني مثلا حد زي سامسون ونداي مثلا، انا بدل ما اجيب الاثنين طب ما انا افك اجمع البادجت بتاعت الاثنين واجيب واحد بس كويس. انا فاهم، هو ده اللي انا يعني ده اللي انا بتكلم عليه في حته المهاجم الاجنبي او حتى المحترف بشكل عام. انت المحترف ده جاي يطلع من بقه نار، لازم يكون افضل من اللي موجود عندك المحلي يعني بكتير، يعمل اضافه على طول. المشكله كمان من وجهه نظري، من طالما اتكلمنا في الجزء ده، احنا تقريبا بقالنا 5 سنين بنتكلم في نفس النقطه. طبعا تقريبا. أيوة. صح كده. انت عندك مشكله طيب. على فكره فيتل في موضوع استخدام المحترفين الاجانب. انا يعني انت بتيجي تعد اللي جه قد كام واحد، عدد كبير، واللي نجح منهم كام واحد، عدد كبير، ده مفيش نسبه فيهم وتناسب، وفيهم مصريين كمان، ده مفيش نسبه وتناسب. لا انا بتكلم عن المحترفين الاجانب. المحترفين الاجانب لما ماشي. تعد اللي جه في الدوري المصري اللي نور منهم مين، مفيش اي نسبه وتناسب. طبعا يعني بتتكلم في حاجه مثلا بتاع مثلا ما يكملوش 10%. بالظبط كده. انا اقصد ان انت النهارده وجهه نظري او الطريقه اللي المفروض تحصل، ان انت من 5 سنين كان لازم تبقى عينك على حد صغير. ايوه، عيني على حد صغير ان انا هجيبه كمان يعني دايما الفكره كلها عندنا بتدار باللقطه او بالوقت. انما مفيش حد بيدير وقت طويل. يعني ايه وقت طويل؟ انا عايز كمان 5 سنين انا يبقى عندي مهاجم مميز، يبقى انا النهارده بدور في لعيب عنده 20 سنه بركز معاه، ببقى متابعه، ببقى سبوت عليه ان انت دايما طول الوقت يبقى هو ده اللي كمان 5 سنين هيبقى عندي في النادي الاهلي مثلا. تمام. سواء في مركز راس الحربة او اي أو مركز تاني، اي مركز. يعني فده لازم تشتغل عليه، لازم تشتغل عليه حتى في قطاعات الناشئين. لو انت عندك لعيبه مميزه لازم تشتغل عليه عشان تقول ان اللعيب ده النهارده من النقطه دي هيوصل للنقطه دي كمان 5 سنين، يبقى انا عندي 5 6 لعيبه ناشئين يبقى انت تعتمد عليهم. نفس الفكره في الافارقه، انت لازم يبقى عندك عين على الافارقه بره، صغيرين واللعيبه المميزه ممكن تاخده قبل ما يروح واخده، هو ده بقى اللي انا استثمر حتى فيه حتى قبل ما يطلع بره. ايوه مظبوط. انت بدري، ما انت لازم تبقى زي ما اي العالم كله بيشتغل كده، انت عندك كشافين في كل الاماكن عشان تحضر ل5 سنين جايين. احنا بنعمل ايه؟ لا احنا اخر لقطه مين المسمع ومين اللي متبروز فنجيب يمشي معاك ما يمشيش. لان انت لو انت من البدايه ابتديت معاه من النقطه زيرو لكمان 5 سنين، انت بتحضره ل5 سنين عشان يبقى شبه لعبك وشبهك. صحيح. او شبه شخصيه النادي الاهلي. يبقى ده لازم تشتغل عليه من وقت، سواء في قطاع الناشئين او حتى اللعيبه الافارقه اللي انت بتجيبها من بره.